بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الأربعون في سلسلة أحب لغتي، ونستكمل فيها الكلام عن الفعل الصحيح المضاعف الثلاثي اللي هو مد أو عد، اللي بيكتب حرفين والحرف الثاني مشدد. يعني لو فكيت الحرف الثاني هيبقى ميم فتح دال سكون دال فتح. قلنا ان الشد عباره عن الحرف متكرر مرتين، الاول ساكن والثاني متحرك. ايه الاشكال لاتصال الضمائر بيه؟ اتصال الضمائر بيه يجي يقول لك لو الفعل ماضي ودخلت عليه تاء الفاعل. احنا متفقين ان في الماضي دايما تاء الفاعل معانا، اللي هي تو تاتي تا توما توم تنا، والناد داله على الفاعلين لانها بتبني على السكون على طول، وواو الجماعة لأنها بتبني على الضم خرجوا. لما يكون الضمير اللي جاي على الفعل مادة، على الفعل مادة معاه سكون، معاه سكون زي خرج تو، التو تو معاها سكون، معاها سكون وداخل على الفعل خرج 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 تو، فبيحصل ايه؟ تروح داخلة التاء ومعاها السكون قبليها، تروح ضربة التضعيف فكاء. ما اقدرش اقول مادة تو، لا اقول مدد تو. هنا في حته ظريفه جدا. طب ما عندك الفعل مد اساسا ميم فتح دال سكون دال فتح. خد بالك ان تاء الفاعل داخله ومعاها سكون، معاها سكون داخله سكون سكون، اهو هروح داخله على الدال اللي هي عليها الفتح اخليها سكون. دال الاولانيه ساكنه والثانيه ساكنه علشان دخلت عليها تاء الفاعل. طب اتصرف فيه ازاي؟ النتيجه النهائيه الفاينل ريزلت ايه؟ مدد تو. يبقى تاء الفاعل اللي داخله بالسكون ما اقدرش اغير السكون الجديد اللي دخل على اخر الفعل اللي هو الدال الثانيه، ولكن اقدر وما اقدرش اعمل تخلصا من التقاء الساكنين، لان الحذف لالتقاء الساكنين بحذف الحاجه العله اللي على حروف عله تكون موجوده، يعني حروف ضعف مريضه يعني اقدر احذفها، انما الدال مش حرف عله. فقال لك علشان اتخلص من التقاء الساكنين دولت اروح حاطط فتح على الدال الاولانيه تبقى مدد تو، ونفس الكلام مدد نا، مددتما مددتم مددتن مددتي، كل الكلام ده هوت. طب تعالى دخل عليها واو الجماعه، هي خرجوا، واو الجماعه قبليها ضم قبليها ضم، دخل على الفعل خرج خرج خرجوا مبني على الضم الاتصال بواو الجماعه، دايما بقارن بفعل صحيح بيساعدني كتير في الموضوع ده هوت، تبقى مدوا. ما انا مش معقول اقول مدددوا ما تمشيش. مدوا هي مادة اللي متشددة وداخلة الضم اللي قبل الواو ده، هو الدخل شال الفتح اللي هي على الشدة وحطه ضم، ما حصل انكسار للدال وتفتيت ليها الاثنين دال، ما حصلش ما حصلش. يبقى لم يفك التضعيف عند دخول واو الجماعة، تبقى مدوا بالتضعيف، الشده زي ما هي بس عليها الضم لاتصال بواو الجماعه. انما لو دخلت تاء الفاعل بانواعها كلها مع ناد دل على الفاعلين برضو، لو دخلت يبقى يحصل يفك التضعيف ويحرك الحرف الاول من الحرف المشدد دوت، يتحرك بالفتح. تعالى دخل برضو مد دوت في المضارع. المضارع اتفقنا ان مشكلته كلها في الافعال الخمسه هي اللي بتحصل فيها تغيير، ونون النسوه. النساء يخرجن، النساء يمددن. نون النسوه فكت التضعيف واعرابها زي اعراب يخرجن بالظبط، ونطقها كمان زي يخرجن. تعال الافعال الخمسه، احنا قلنا يخرجان يمدان من غير فك التضعيف، تخرجون تمدون من غير فك التضعيف، أنت تخرجين أنت تمدين من غير فك التضعيف. بعد كده زي ما اتفقنا أن النحو بيؤدي بعضه إلى بعض وأنه متشابك تشابه خطير، فإحنا هنفك التشابك ده هوت. وتفتكر هناخد إيه بعد كده؟ هناخد أسلوب القسم. اشمعنى أسلوب القسم؟ لو تفتكر وإحنا بنتكلم في اتصال الضمائر بالفعل، بالفعل المضارع بالتحديد، قلنا يخرج أو تخرج، النساء يخرجنا،
وقلنا دي حاجه غريبه جدا ان نون نسوه لما دخلت خلت الفعل المضارع المرفوع علامه رفعه الضمه فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوه، بقى مبني على السكون زي فعل الايه الامر. وقلنا حاجه كده ملحوظه، قلنا خد بالك انه ممكن يبقى مبني على الفتح زي الفعل الماضي، يمكن ازاي؟ بدخول نون التوكيد. والله ليخرجن، فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، مبني على الفتح زي الفعل الماضي المبني على الفتح، زي الفعل الماضي المبني على الفتح. فيبقى لازم وانا بخلص الافعال لازم اتكلم عن اسلوب القسم، لان والله ليخرجن ده اسلوب قسم. بس اسلوب القسم في ناس بيسموه اسلوب القسم ده صح، بس انا هسميه حالات توكيد الفعل بالنون. ليه؟ عشان اوسع العمليه شويه وعلشان ابص لبعيد. يعني بيجي يقول لك الافعال عندنا فعل ماض وفعل مضارع وفعل امر، انا ليه اتكلم عن المضارع بس؟ طب ما اخد بقى ادم نون التوكيد، القسم دوت معناه نون توكيد على طول داخل على الفعل، يبقى ادم داخل نون توكيد يبقى ما خليش نظري قاصر وقليل وضعيف وابص الحاجه من قريب كده اقول بس هي نون توكيد هتخش على الفعل المضارع، لا وسع النظره ووسع الرؤيه وارجع لورا وقول ان طب لما تخش على الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الامر هيبقى شكلها ايه. ده الكلام الصح. يبقى اسلوب القسم على طول تحتيه عنوان مهم جدا، حالات توكيد الفعل بالنون او الافعال يعني بالنون. الفعل الماضي لا يؤكد بالنون مطلقا، يعني خرج وذهب ولعب ما اقدرش اقول خرجنا ذهبنا لعبنا، لا يوجد في اللغه حاجه زي كده. ليه لا يؤكد بالنون مطلقا؟ لان بيقولوا التوكيد بالنون يلزمه ان يكون الفعل دالا على الطلب، والفعل الماضي لا يدل على الطلب. خرج طلبت ايه؟ ما طلبتش حاجه. ذهب ما طلبتش حاجه. ولذلك يجي يقول لك الفعل الماضي لا يؤكد بنون التوكيد مطلقا. طب فعل الامر، خد بالك انا داخل من الماضي للامر وسايب المضارع، لان المضارع دوت حالته هناخدها حالا ان شاء الله. طب فعل الامر اساسا دال على الطلب، ما انا بقول لك اخرج العب اذهب، يبقى يجوز، خد بالك يجوز توكيده بالنون. ده طبعا لازم يكون يجوز ما يكونش يجب، لان يجب معنى ذلك ان انا اقول ما فيش حاجه اسمها اقول لك اخرج او اذهب، لازم اقول لك اخرجن اذهبن. لو قلت يجب يبقى انا مش فاهم حاجه، مش فاهم حاجه خالص. لا، يبقى اكيد يجوز توكيده بالنون، لان في عندي اخرج وفي عندي اخرجن، في عندي اذهب وفي عندي اذهبن. بس هنا حاجه خطيره جدا، اخرج فعل امر مبني على السكون، احنا متعودين ان الاصل بتاعه انه مبني على السكون، ممكن يكون مبني على الفتح زي الفعل الماضي مبني على الفتح، لو دخلت عليه نون التوكيد. فعل امر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، ونون التوكيد حرف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، ودي معجزه ان فعل الامر يكون زي فعل الماضي مبني على الفتح. نستكمل في المحاضره التاليه باذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.